Normalement, j'ai ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة بلسم قناة القرآن الكريم. ترحب بكم اليوم، جدي وسعيدة لوجودي معكم، ودخلنا إن شاء الله لبيوتكم بسعادة وأمل. اليوم سنتحدث على الحبيبتان، على نعمة النظر، على نعمة البصر. أكيد أن كل واحد فينا يحتاج إلى هذه المعلومات، وهذه المعلومات نقول كيفية الذهاب متى وكيف نذهب إلى طبيب العيون، ما هي الأمراض الأكثر شيوعا، ممكن تكون أمراض خفية، وكذلك كيفية العلاج ووصايا اللي راح يقدموها لنا الأساتذة والأطباء اللي راهم حاضرين معنا. قلت في الأول كذلك أن الحمد لله نحن أحرار في بلدنا العزيز بعد اندلاع أول رصاصة أول نوفمبر، وكان هذا إحياء ذكرى 70 البارحة، ودائما نحن نعيش في حرية وأمان وسلم إن شاء الله. اليوم جد سعيدة باستضافة الدكتور أيت علا وفريد، مختص في طب وجراحة العيون. مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الدعوة. مرحبا، ونهنئ الشعب الجزائري ونقول له عيد ميلاد اندلاع الثورة التحريرية، عيد 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 مبارك ان شاء الله. بارك الله فيك. يليها الدكتور سيد علي محمد شريف، مختص كذلك في امراض وجراحة العيون. مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم، وان شاء الله نكونوا نافعين في هذه الحصه للشعب تاعنا. بارك الله فيك على الحضور. على يساري السيده يسعدي هاجر، كذلك هي مختصه في البصريات ولا قياس البصر. مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافه، وراني جد سعيده لوجودي معكم اليوم. بارك الله فيك. تليها الدكتوره صفا شعراوي، مختصه كذلك في قياس البصر. مرحبا. ميرسي بوكو، ميرسي بور لانفيتاسيون. لي شرف اني نكون مع ضيوف كيما الدكتور ايت علاوة والدكتور. مرحبا بك. ميرسي. كما قلت في البدايه، اليوم سوف نتحدث عن الحبيبتان، البصر، نعمه البصر. دائما نحن هكذا، خاصه في 2024 هناك يعني مستجدات حول هذا الطب او كيفيه علاج قصر النظر او طول النظر، وكذلك امراض اخرى، الماء الازرق وحتى العيون الحمراء، وكذلك جفاف العين. لكن قبل هذا دعوني انا وانتم لحضور هذا الفيديو سيدة علمي، ونعود. في امراض العيون كاين بزاف، وكاين منهم الريتينوباتي ديابيتيك، يعني الانسان اللي يطلع له السكر في العينين، وهذاك السكر ماهوش مليح، هو ديجا ديابيتيك، والريتينوباتي ديابيتيك على مالوريزمون تاني العينين. والانسان يعني بون، هادو اللي عنده الديابيت يليق توجور اورجون يمشي يشوف طبيب تاع العينين، سي تري امبورتون كما يشوف طبيب تاع القلب اثنين، ولا طبيب تاع الريان، ولا يشوف طبيب تاع العينين، باسكو سي امبورتون ايليا دي ديغا في العينين ابارتير دو ديابيت. دونك حنا الديابيتيك كي يجينا نديرو الفحص كبير، فاتني يعني كنا ندير راديو، ندير دوزي صوتي، ايزوسيتي، ندير زونجيوغرافي، نديرو لها كامل الوحد اللي باش الانسان يعني نتبعو مليح، ميم سي ناريان او ديبار، معليش مي سي بو لو سو. très important 6 mois après il revient à nous avec une grosse catastrophe باش نعرفوا بلي ما كان عنده والو. il a été mal pris en charge par exemple ومن بعد فاتني صرا دي كومبليكاسيون. normalement il est qu'on تبع مليح، il est qu'on تبع مليح. Il y a moins de risques, bien sûr, il y a moins de risques. On peut lui faire du laser, on peut lui faire des interventions. Il y a un insan yani qui compte, mais avec le tabib tal aynin, c'est important pour le suivre. Alors les implants, on a toute une variété d'implants. C'est une variété extraordinaire, Bakri Bakach Kaina, mais maintenant, on a. Alors quand les implants tali, bah, ils chauffent le bain. كاين اللي يشوفوا من القرب ثاني، دونك دو لوان دو بري، وكاين ميم كي كوريج لاستيغماتيف، يعني تريفوكو. عندنا ثاني الحول، ثاني نخدموه، اون ترافاي سور لي سترابيز، وانا بوكو دو سترابيز، مو ديجا 40 ans دو سيرفيس، فاتني يعني غير في لو سترابيز، دونك خدمنا اولوفات تاع الناس، بوكو 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 دو جون.
نخدموا لي جلوكوم تاني الناس اللي عندهم لاتونسيون، لان لاتونسيون تاعو مشكل كبير في لاتونسيون هنا في الجزائر، كل شيء كبير. الانسان ما يشوفش، ما يروحش للطبيب يشوف الطبيب، ولاتونسيون يطلع له في العين، وحتى الانسان ينعمى من عندهم العين وحده، وحتى يجيبنا كي يشوف العين معميه في العين تاعو انعمت وما شافش الطبيب يجيبنا بول الاخرى، دونك نصوفيو له لو دوزيام. Quand d'autres techniques que nous avons aussi le plaisir aussi de c'est la technique du presbyon, c'est-à-dire une chaîne qui est il a un problème de presbytie, mais je suis mieux de près, déjà je suis mieux de loin, mais arrive à partir de 45 ans, l'insan il a ni la vision de près, ou avec la vision de près, l'insan est drôle, mais ando mais je suis ni de loin ni de près, bon bizarre, ou ando 10 à les paires de lunettes, ando un dans l'automobile, un dans le dar, un dans le bureau, un dans quelque chose, il en a marre. Technique du smile Hadi, c'est en 2010, c'est une technique allemande, elle est très très facile pour le patient et pour le chirurgien, parce qu'elle a une technique où on a de très bons résultats. مريض نقول له يعني لو ميساج اللي نجم نقول له انسان اذا كي شفت طبيب تاع العينين، باسكو العينين كما قال لك انا باش راس الاثنين قال لك الحبيبتين، دونك ما يليقش يعني نسبحوا احنا في روحنا. الطبيب راهو واجدين، الالات مواجدين، التكنيك مواجدين. اذا المريض يسو دي بلاس ويشوف يدير الفحص تاعو، عند الصغار باش يدير نوازر، عند الكبار فاتنين باش يشعل بلا طونسيون، عند اللي ديابيتيك يشوف فاتنين تاع الفحص. دونك لو باسيون يفو كي سوا مع الطبيب تاع العينين افون qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est quand même trop tard, même les plus grands chirurgiens ou les plus grandes techniques, même les gens qui sont très avancés. Donc, la prévention, le message, il faut consulter le médecin. مشكور دكتور راشيالي على هذا الصدر الرحب، يعني تكلم لنا على كل ما يجب قيام به، هي يعني تعريفات بسيطة لحين نزيدو نفصلوا فيها أكثر هنا في البلاتو. دكتور أيت علاوة، هنا شفنا أنه أهمية هذا يعني العينين كما يقول لك راحت الحبيبتان العينين، إنسان أنونديكاب واللي ما يقدرش يقوم بالأعمال اليومية، خاصة إذا كان العمر ديالو متقدم ممكن يطيح، ممكن يصير له بعض المشاكل. لكن في تعريف بسيط وتعريف علمي انه هذا العين صغيره لكن فيها يعني معجزات كبرى. حقيقه يعني لما نشوف الحجم نتاع العين حاجه بالنسبه للجسم راهي حجمها صغير كثير، ولكن المهام اللي تقوم بها والاجزاء اللي تكونها راهي علم كبير، راهي يعني تركيبه كما ربي خلقها سبحانه معقده. ولهذا مالغري يعني احنا نشوفوا العين صغيره، ولكن التخصصات ديجا اللي في العين وفي المجال تاع البصر راهي تعددات كثيره جدا. وإلا نحبوا نلخصوا يعني التكوين لاناتومي دو لوي، انا نقدر نقول بانها تتكون من جزئين اساسيين، الجزء الامامي تاع العين اللي فيها القرنية، يعني نقدر ناخذ الهيكل هذايا ان بو بور يعني باش نفسروا شويه الاناتومي. دونك الجزء الامامي تاع العين والجزء الخلفي تاع العين. الجزء الامامي تاع العين يتكون من القرنية، عندنا الحدقة والجسم البلوري. او ميم تو يا لو موسكل سيليار، العضلة هذه اللي تتدخل باش تصحح الرؤية. والجزء الخلفي تاع العين اللي هو الشبكية، ولازم نعرف بأن الشبكية هذه هي العضو الوحيد في جسم الإنسان وين نقدر نشوفوا العروق، يعني لي فيسو سونغا اون ديريكت داكوغ. وهذا يعتبر سيت ان ايشونتيون، سي بور سا باغ اكزومبل باش نتبعوا الأمراض نتاع لاتونسيون، الأمراض تاع السكر، الأمراض تاع الكلى، يعني ندومونديو سوفون لو ميدسان اوفتالمولوجيست طبيب العيون باش يدير لنا ليكزامان دو فوندو. لانه لما نشوف لي فيسو هادو ما اون ديريكت، نشوفوا العروق هادو ما اون ديريكت، سا دون اون ايدي يعني نظره شامله عن حاله الاوعيه والشرايين في الجسم تاع الانسان. داكوغ.
Donc nous sommes là pour informer le cardiologue, le néphrologue في حالة الشرايين عامة في جسم تاع الإنسان. معناها أنه حتى أمراض أخرى لا تخلو من طبيب العيون، أنها لازم زيارة عن طبيب العيون، حتى بالأمراض الأخرى عندها علاقة بالعين. اكزاكتومون، يعني كولابوراسيون إتخوات بين التخصصات الأخرى كما ذكرت طبيب القلب، طبيب الكلى، ميديسان تيرنيست، داكوغ. بارك الله فيك، شكرا. هنا عرفنا انه العين تتكون من عده اجزاء اللي باش تكون عندها او النظر يكون صحيح. دكتور سيدي علي محمد شريف، هنا كطبيب مختص في جراحه العيون ويعني بالخبره ديالك، شو هي الاكثر امراض شيوعا واكثر الامراض اللي شفناهم في هذه السنوات الاخيره ممكن يكونوا في لا كونستاسيون ولا في الفحوصات عندكم؟ الأمراض أكثر شيوعا هي الأمراض البصرية، لي مالادي أوبتيك ريفراكتيف، صافي دير قصر النظر هي لاميوبي، طول النظر هي ليبيرميتروبي، و لابريسبيسي اللي ليا لاج كيما ليبيرميتروبي، نقص النظر في القرب، مي نشوفوها مور 45 سنة جينيرالمون، سا بو اتر ان بو روتاردي ان بو بريكوسيمون. انحراف النظر، لاستيغماتيزم، انحراف النظر صافي دير القرنيه اقواس تاعها كاين اللي متقوسين اكثر من الجهه الاخرى، كي ناخذوها كالاخر المحاور تاعها كاين محور اكثر متقوس اكثر من الاخر، وهي لازم تجي ايديال للتقوس تاع جميع المحاور يكونوا بلوز او موا ايكال. بارك الله فيك. هنا اليوم كذلك حتى هذه درس، سمحي لي قطعت لك، هذه هضرنا على اسباب مشاكل تاع النظر. تاع النظر، نعم. والاسباب الاخرين تاع الكونسلتاسيون ولا مشاكل تاع العين هي الجلوكوم. لو ريبريزونت كومام 5% تاع لا بوبيلاسيون ابري 60 ans، دونك سي ان شيفر كوم مينور، لازم ننبهوا بهذا الجلوكوم، نديروا بارونتيز الجلوكوم كرونيك باسكو يا بوكو دو جلوكوم اون بو با بارلي هنا عليهم، ما نقدروش نهضروا عليهم، مي الجلوكوم كرونيك ما عنده حتى سيمبتوم، ما عنده حتى عرض، ما كان حتى اعراض اللي توجهوا باش يروح، يقدر يكون افونسي فينا 90% ولا اكثر، وحنا ما عندنا، ما على بالناش باللي عندنا الجلوكوم. نعم، فوالا. دونك هذا ننبهوا للناس الكبار مور 40 سنه، اون فوا بارون بار دو زون ولا عامين ثلاثه، يدير اون كونسلتاسيون وينسيستي للطبيب تاع العينين، قال شو على ذكر شوف لي لاتونسيون تاع العينين. نعم، على ذكر لي كونسلتاسيون ولا الفحوصات، من وقتاش الواحد يبدا يروح عند طبيب العيون خاصه بالنسبه للاطفال؟ من الزياده تبدا فحصات، كي يكون صغير بزاف غير الا عندنا حاجه انورمال، يا دي سيمبتوم، باسكو لونفون صغير بزاف ما يعبرش على روحه على المشاكل تاعو، ما يقدرش يقول لنا عندي مشكل ما نشوفش، مانيش نشوف. دونك الام لازم تنتبه الى ولدها اسك عنده اعراض اللي تقول بلي ما يشوفش، كي يكون صغير بزاف كي جوست ابري زياده هي لا بورسويت لا لوميير، اسك يتبع الضوء ولا ما يتبعش، ومن بعد لا بورسويت دي زوبجي، كي يكون واحد واقف قدامه يبوجي اسك لو روكار تاع لونفو يتبعو، يلي ريح الروكار تاعو فيكسي دون لو بلافون ينبه هنا واقي الطفل هذا ما راش يشوف، دونك الفو كونسلتي ان اوفتالمولوج بور فوار، سينو الا كاين اعراض في العين المام في لورغان، اختلاف في الحجم تاع الجفنين، اختلاف في حجم القرنيات، إذا كاين قرنية كبيرة على أختها، وسورتو هنا تاني ننبهوا إذا كاين وحدة كبيرة أون بليس كاين دموع، ينبهنا بلي جلوكوم كونجينيتال، دونك الأم لازم تتصل بالأوفتالمولوج، ما تقولش برك عينو كبار حجم مليحة ولا، دونك الفو كونسلتي. وإلا عنده بار اكزومبل الطفل كي يخزر حاجة يفيكسي فيها يعوج راسو، هادو كاع أعراض انديريكت، دونك يكون صغير بزاف هادو هما الأعراض. ونولوا الفحوصات اللي يليقوا، المنظمة العالمية للصحة عطات لي ديريكتيف على هذا الشيء،
قلت لي دو زيرو ا دو زون يلفو اون كونسلتاسيون تو دي بون بعد لا كاين حاجه اللي تنبه دونك دي لا نيسونس غير يزيد الطفل نروحو الى كان ما كان حتى حاجه il faut faire quand même une consultation à l'âge de 2 ans. Parce que كاين امراض par exemple اللي كان عين ما تشوفش بارابور لاختها ما راحش يعرف لها ني الام ني الاب الطفل اللي يشوف من البعيد يتبع مي كاين بوتيتر عين وحده ما راهيش كاع تخدم دونك مليح كل ما نديكو نلقاو هذا الشيء بريكوسيمون أحسن. كل ما يكون احسن للطفل بارك الله فيك راح نزيدو نفصلوا اكثر خاصه عند الاطفال اللي يكونوا في المتمدرسين. سيده يسعدي مختصه في قياس النظر او البصريات، هنا التعريف على يعني العمل اللي راك تقوموا به او يعني لا سبيسياليتي التخصص اللي راك تقومي به سيده. دونك هذا التخصص ديجا موجود في الجزائر منذ سنه 1970 كان يختلف حسب التخصص اللي ينتمي به ولا اليه. دونك هنايا ولينا يعني عندنا اعتماد من طرف وزاره الصحه، سواء لوبتومتريست يقدر يخدم منفرد في عيادته حيث يفتح عياده خاصه به، او يستطيع انه يعمل كفريق مع زملائنا اطباء العيون، وهذا كل باش نكونوا عند حسن المريض او ايجاد حلول فعاله للمريض. دونك التخصص تاعنا يشمل سكي ديفو ولا لي فيس ريفراكتيف اللي هما مشاكل ولا عيوب البصر يعني النظر، منها قصر النظر اللي هي لاميوبي، عندنا طول النظر اللي هي لي بيرميتروبي، لاستيغماتيزم اللي راح تكون عندنا اعوجاج في القرنيه، وكذلك لا بريسبيسي يعني اللي هي شيخوخه تاع الرؤيه عن قرب. داكوغ دونك هنايا يكون تصحيح سواء عن طريق نظارات او بارتداء العدسات اللاصقه. كذلك نحن نقوم بتشخيص الحول وعلاجه، نسويف في ثاني لي باسيون اللي عندهم استخابيزم، ومام العين الكسوله اللي هي لومبليوبي. داكو دونك كي نكونوا مع اطباء العيون دون زين كلينيك ولا ان سونتر تشيريجي ريفراكتيف، راحين نعملوا ليكسبلوراسيون. دونك كاينين دي راديو افير avant l'opération. Donc, on va faire les radios ou même l'exploration des radios. Est-ce que le patient peut dire qu'il n'y a pas un risque là? D'accord. Donc, même un bilan préopératoire. Donc, on va faire les قياسات qui vont être sur le سطح القرنية بالتشاور مع الطبيب. بارك الله فيك. اكيد انه تشاركيها نفس التخصص سيده شعراوي. هل المريض يجيك مباشره يعني ويعرف انه المواطن الجزائري الان يروح مباشره لك، ولا راح تكون موجهه من طبيب العيون؟ لا سبيسياليتي تاعنا كيما قالت الزميله مالغري كو راهي صافي دي زاني كاين، مي جو بونس كو المواطنين الجزائريين لحد الان مازال ما عندهمش ثقافه بلي كاين اوبتوميتريست وبلي كاين لا سبيسياليتي هادي. دونك الا كان يحتاج تصحيح نظر عادي وما كانش عنده اون باثولوجي ولا يقدر يروح لا سبيسياليتي السبيسياليست هذا لوبتوميتريست، يقدر يدير له تصحيح النظر عبر بواسطه ارتداء النظارات ولا عدسه اللاصقه. Sinon, Ida, qu'on a dans une clinique ou là, je vois que le travail tana est en collaboration avec les médecins. Donc, soin de tout ce qui est pré-consultation, c'est-à-dire, nous voyons les patients avant qu'ils aillent le médecin. Nous voyons, comme le docteur Aït, que la aine a deux aines, le juz l'amami ou le juz l'khalfi. Donc, nous voyons que nous avons une chambre sur le juz l'amami de l'aine. Et puis, nous voyons le patient, il faut le médecin. Donc, il va continuer la consultation. كونسلتاسيون تاعو ويشوف اذا كاين امراض اخرى اللي اباغ العيوب البصريه. العيوب البصريه بارك الله فيك. وهنا اكيد انه دائما لما نشوفوا هذا التخصصات ولا يعني التطور في العلم، الناس كثير ممكن حتى كي ما يشوفش القرب ما تقلقوش بزاف، لكن لما ما يشوفش البعد خاصه واحد ياخذ سياره ولا بالنسبه للاطفال في المدارس، هنا نتحدثوا على قصر النظر. دكتور ايتن لوا، وشنو هي قصر النظر ولا لاميوبي؟ الوغ
لا ميوبي اون فيت يا ديفيرونت ميوبي كاين مختلف عده انواع تاع قصر النظر مي لو بلوز امبورطون يعني الجزء الكبير في الانواع هذوما هو سي لا ميوبي اكسيل يعني طول العين اللي تكون زايده عن 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 بارابور لا موين لما نقول طول العين نعاود نرجع للهيكل تاعي دونك يو كان ناخذوا عين طول يعني عين عاديه اللي ما عندهاش ان فيس ريفراكتيف يعني الصوره تكون الصوره تاع التشكل تاعها بالنسبه للشبكيه تكون عاديه طول تاع العين حيكون 23 مليمتر داكوغ مي يل سوفي دافوار طول عين تاع 24 مليمتر مليمتر واحد في الطول مختلف بالزياده هنا رانا دخلنا ديجا في لاميوبي داكوغ يعني الطول هذا ما يفو با ايماجيني كو لازم العين تكون طويله بزاف ابارتيغ دو 1 مليمتر الوغ عندنا قصر النظر لي ميوبي ليجير لي ميوبي موين اي لي ميوبي سيفير يعني عندنا قصر النظر اللي يكون خفيف كاين معتدل يعني موين وكاين قصر النظر اللي يكون بالقياسات بالحساب بالحساب الوغ لي فابل ميوبي عندنا يعني حنستعملوا قياسات مي حيكون تقريبيه تقريبيه انا دو دو بارتير دو 2 مليمتر سي اوني في لاميوبي ليجير دو 4 مليمتر اوني في لاميوبي موين ا بارتير دو 4 مليمتر دو بلوس داكوغ يعني طول العين كانت تكون في 27 28 ديجا دخلنا في لاميوبي سيفير علاش هذا الشيء مهم جدا نفسروه Faut savoir que la myopie mais هيش غير قضية تصحيح نظر داكوغ لا ميوبي ليجير لا ميوبي موين يعني جينيرالمون ما تشكلش امراض اخرى للعين داكوغ يسوفي دو كوريجي لو مالاد سوا بنظارات سوا عدسة لاصقة سوا جراحة صحيحية للنظر والعين تعود تولي تشوف نورمال علاش هذا الشيء لانه الوغ نعاود نعطي مثال اخر اللي حطنا في قلب الموضوع بطريقه يعني سهله بسيطه باش يستوعبها المواطن. لا ميوبي الوغ لازم نعرفوا بان كي نقولوا العين راهي تزيد في الطول. سي كوم سي اون بخونا ان الاستيك ونزيدوا له في الطول. يعني جميع الاجزاء المكونه تاع العين حتولي رقيقه اكثر، حتولي فراجيل اكثر، وحت تقدر تشكل يعني دي كون دي 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 مضاعفات جيد شكرا مضاعفات في الاناتومي تاع العين داكوغ كي نقولوا ان نوي فورميوب يقدر يمد يقدر يكون عرضه اكثر للتمزق تاع الشبكيه لانفصال الشبكيه ديفلوبمون دو غلوكوم هذا الشيء كامل لانه العين حتولي في المكونات نتاعها يعني الاعضاء المكونه تاع العين حتولي رهيفه بزاف حتولي خفيفه بزاف حتولي رقيقه بزاف داكوغ بارك الله فيك يعني هنا دكتور سيدالي تكلم الدكتور ايتا لاوا انه هذا قصر النظر لا ميوبي ما تبقاش فقط في قصر النظر تقول لنا وشنو هو يعني العمر اللي يقدر يبان فيه لا ميوبي وشنو هي الاسباب لانه المعروف انه كنا نقولوا هي وراثيه هل دائما بقات وراثيه ولا كاين اسباب ممكن داخله باش نتحصلوا على هذا المرض دون لو باسي لا ميوبي جينيرالمون اللي هي لا جينيتيك نعم اون دي فامي عائلات اللي تحمل نظارات وعندها لا ميوبي مي ملي جات لي طابلات والبورتابل والشاشه لا تيليفزيون وميم لو مود دو في دروك لي زونفون في المدن الكبرى يجوزوا وقت توت لا جورني في داخل داخل المنزل او داخل المدرسه صافي دير ما يشوفوش الشمس الضوء طبيعي وثاني لوي لي انتيليجون لو كورون لوي ميم لي انتيليجون كون لونفون من الصباح للعشيه وداخل الدار ويشوف غير لا طابلات ويقرا ويديسيني لانتيليجونس ناتورال هادي كال دي كون با بوزوان دو فيزيون دو لوا دونك سكي في سي اون ا بوزوان دو لا فيزيون دو بري يورا دي ميساج هرمونو دي موليكول كي فون ديغ ا لوي دو سا غوندير دونك تولي مكتسبه دونك في 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 في, في, في كيفاش يقولوا في ليكزارسيس تاعنا حنا شفنا دي زونفون باسكو في ان اكزامان سيستيماتيك ما جاش بور البروبليم دو فيو ان اونفون اللي يجي يجوز نديرو له جينيرالمون لي غوت بور رولاشي لوي
يفوار نجوزو له في لاباري اسمه لوطوري فراكتوميتر اوتوماتيك بور فوار اسكراه في لاميوبي ولا في ليبيرميتروبي ولا انحراف. عندنا دي باسيون الاج دو 3 4 اون جاو جوزو عندهم ايبيرميتروبي دو 2 جوسكا 3 يا الاج دو في عمر تاع 12 سنه ولا خلاصوا بميوبي تاع موان 6 موان 8 هنا دونك يدخلوا لي فاكتور تاع لونفيرونمون. وهذه هي الافراط في استعمال تاع الهاتف ولي طابلات والتلفزيون وتوسكي دو بري وعدم الخروج الى الخارج. كانه يعني نقولوا باللي هو ترويض العين على الرؤيه، معناتها كيما ولفناها، معناها لو ولفناها نشوفوا غير قدام تولي كي تشوف البعد ما تقدرش. سي بور سا سي لي جينيرمون هكا في القصره تاع الناس كي يشوفوا واحد بالنواظر يقول لك انتيليكتويال. نعم. سي لي جون كي يو في دي كروند زيتود بريمير وحياتهم كاع يقراوا. رار لي جون اللي ما عندهمش ميوبي ولا انفيس دو ريفراكسيون. والعكس لي جون اللي يخدموا بزاف برا الراعي والفلاح والاخر رار وين نلقاو لي ميوبي سوف سي لي ريديتير. نعم. مام هاد لو مو ريديتير اونتر بارونتيز يعني الان انا خلاص قضينا عليه باسكو ريديتير يا سكون ابل مانتونون ليبيجينيتيك يا دي مالادي نسموهم ريديتير يا المو ماشي ريديتير. نعطو ليكزومبل الكبير الديابيت. نعم. نعيطوا له ريديتير يا مام دي جان حنا في لا ميديسين نقراو واش من الجان تاع لو ديابيت. مي اكتويلمون لي نوفال زيتود لا نوفال بيولوجي دي لو ديابيت ستي مالادي دو ستيل دو في. نعم. سي الا عندنا معيشه نظيفه نديروا الرياضه ناكلوا واش يليق وما عندناش بزاف ستريس ديابيت ما يجيش. يعني الرياضه يكون عنده قابليه لهذاك المرض لكن يقدر يحد من هذاك المرض. فوالا ويقدر نو ما عندناش لو جان الا لو ستيل دو في تاعنا ماشي مليح لو جان راح يسترونسفورم يل دوفيان مالاد كوم لو جان دو كونسير اوني با ما نزيدوش عندنا كونسير اي بورتون يا دي فامي ولا درك في الجزائر نشوفوا الحاله تاعو تكثر. دونك يا لي بي جينيتيك لونفيرونمون لي بوازون لي توكسين كون مونج لي غاز كون ريسبير تو سا كسافي كسافا ديفلوبي تال كونسير سي اون في اناليز جينيتيك اون تروف لو جان اللي توشي. مي ماشي عقاب من الله قال لي ريديتير انت خلاص ما تقدرش تهرب. انت خلاص كونداني ولا خلاص تربط بالوراثه ما نقدرش نغير. وهذه ماشي انا اللي نقولها جي اسيستي الكونغري تاع لاكاديمي ازياتيك العام اللي فات. يافي ان كروند ايتود اون شين ان كروند ريجون شين لا بليبار تاع الناس ميوب لي زونفون. نعم. جو بارل لي زونفون. و ايزون مي ليبوتيز اسك لو سولي ليكستيريور سورمون فا نو ريغلي البروبليم. كما قال الطبيب مقبله تاع لاوا ايزون في دي كور على الاكستيريور il faut une partie des cours se passe à l'extérieur il faut le minimum 3 سوايع برا في الشمس. احنا اولادنا دوكا ما راهمش يخرجوا معناها يقعدوا يا يقراوا في القسم يا يقعدوا في الدار تبدلت يعني الحياه ولينا مش كيما بكري يخرجوا يلعبوا معناها هذا راه ياثر لهم كذلك على عينيهم. يبا لو ريزولتا تاع الدراسه فريمون اللي ايتونون توت لي تكنيك تو سكون اكوم سافوار on n'a pas fait un tiers de cette étude. Le soleil l'extérieur dans cette région, il a réduit la myopie comme les autres pays. Alors que les Chinois sont connus plus de 90% des enfants, ils ont la myopie. Dans cette région pilote, on a fait ça. لا ميوبي لا شوتي كوم لي زوتر بارتي دو موند. معناها من احد العلاجات اللي يعني اللي توصل لهم العلم هي الخروج يعني ممكن حتى اللعب ولا حتى الرياضات. لونفون لازم يخرج لبرا الفو تخوفي ان سوليسيون موا الويكاند يروح يمشي برا ان روندوني سي بلان دو فيرتو. لونفون il va voir l'horizon et quand il voit l'horizon il y a un message qui dit à l'œil on a besoin de cette vue de loin. Mais si on n'a pas l'enfant qui n'a jamais vu l'horizon, ou exceptionnellement, il y a des messages qui disent qu'on a besoin que de la vision de près. On commence à étirer l'œil. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la nouvelle biologie. يعني هذه تقدر تكون من احد العلاجات اللي تكون في يعني فحوصاتكم. وقائيه اكثر منها. وقائيه. نعم، دونك حنا ميم لي ستاتيستيك هنا سيغ لالجيري، اون استيمي كو ديسي 2050 ان شاء الله يقدر يكون حتى نلحقوا ال 50% من لا بوبولاسيون تاعنا اللي راح تقيسها لا ميوبي.
هذا يرجع النمط العيش كما قلنا اللي راح تكون مكتسبه ثاني ولا لايغيديتا. دونك هنايا لازم دائما نروحوا نشوفوا طبيب العيون ومام البصره تاعنا باش تكون لا بريزون شارج على هاد لا ميوبي. دونك يلبس نظارات نتاعو بوكوريجي نقص من لي زيكرون من لي زيكرون تاعنا. مام لازم تكون توجور كاينه اون لوميير امبيونت باسكو حنا يروحوا يكونيكتيو في الظلمه. دونك العين تاعنا فيستا تستعمل بزاف لا فيزيون دو بخي راح تستطيل دونك راح تزيد في لا ميوبي تاعنا. دونك هادو للوقايه كاينين حلول ثاني اللي هي لا لونتي اوكتوكيراتولوجي. هادي نقولوا في الاخير يعني سامحيني العلاجات والوقايه لانه الان رانا حابين نفهموا اكيد المشاهدين انه هذا السبب يعني اول للفحوصات عن طبيب العيون ماشي حتى تحمر لي العين ولا حتى نشوف انه تدمع بزاف ولا ممكن تنشف باش نروح عند طبيب العيون. ممكن نروح عند فحص عادي ونلقى نفسي في ميوبي ولا مرض اخر. دكتوره شعراوي قولي لي فقط انه في اختصاصاتكم ولا في يعني روتينكم اليومي هل يجيك واحد مثلا عنده قصر النظر وتلقاه عنده امراض مترتبه اخرى مع الميوبي؟ وي بيان سور كاين دي زونفون كاين دي زادولت اللي ما كاش على باله كامل بلي عنده بروبليم فريمون ريال. حتى بالنسبه للاطفال لانه الاطفال متمدرسين اظن انه الان اطفالنا كلها ممكن عندها هذا المشكل. لازم لي مامون توجور كي يجوهم الدراري صغار تاعهم من ليكول ولا يقولوا لهم راسي وجع فيا عينيا مانيش نشوف بيان راني شوفلو لا مامون هذيك ما تاكسبتيش تقول لك بالك وليدي راه عيان بالك عفسه بالك يتهرب من الدراسه. مي نو ديغيغ هاد لافايس كاين مشاكل في العين اللي الام ما قدرتش تعرفهم. بصح باغ اكزومبل تجيبو بوغ اون كونسلتاسيون سامبل على جال باش يدير نظارات ولا في لا كونسلتاسيون تاعو يلقى باللي كاين مشاكل واحد اخرين في العين الداخل. دونك سي تري امبورطون باش ودور الطب المدرسي يعني في اكتشافات هذا الامراض. انت دائما هل يجوكم من المدارس اللي عندهم قصر النظر؟ وي وي سوفون يجو دي زونفون افيك دي لاتر اللي يجوهم لي ميدسان تما يديروا لهم لاكويتي فيزويل يشوفوا لهم لا ريفراكسيون يلقاوهم باللي عنده ميوبي ولا عنده اون اكويتي فيزويل اللي تكون هابطه. دونك يقول له روح تقول لماما ولا تعطي له اون لاتر باش يدوه فيغ لوفتالمو. بارك الله فيك. نعود ليك دكتوره هيتا علاوة، كنت تحدثت لنا على بعض الامراض اللي تكون مترتبه على الميوبي. قلنا الا كانت ميوبي ليجير ولا موديري ما نخوفوش من امراض اخرى خاصه تمزق الشبكه. اما يعني اللي ممكن خاصه بالنسبه لفئه النساء وما زلنا في مجتمع جزائري للاسف الشديد انه المراه ترفض النظارات وعندنا عقائد يعني خلفيه انه المراه دير نوادر ما تقدرش تتزوج يعني نهضروا عليها بصفه عامه انه هذا المشكل الان موجود. كاين اللي يقوموا بعدسات ممكن حتى انهم ممكن بعد تقولوا لنا انه هذه العدسات ما يليقوش بالعين انه ترتب عليها كذلك مشاكل اخرى لكن المشكل اللي نقدر يكون اكثر من قصر النظر على العين اللي فيها الميوبي. كما قلت مقبلات الميوبي يعني ماهيش غير قضيه تصحيح نظر. الميوب كي تكون الميوبي قويه بزاف يعود انوي بريسك باثولوجيك ولا يعني يقدر يبو ديفلوبي دي مالادي التيريور فاسيلمون بالنسبه للعين اللي تكون الحجم تكون اكثر عرضه لامراض اخرى. لامراض كما قلنا مقبلات كاين الجلوكوم الديكولمون ريتيني في سال شبكيه واللي هي امراض ما نقولوش سهله واللي تقدر تؤدي حتى الى العمى. انا عندي رساله بسيطه اللي نقدر نوجهها المواطن البسيط داكوغ. نعطي مثال صغير لحقوا المجتمعات الاسيويه لي بي ازياتيك لحقوا وين الميوبي هذه إلون يعني إلون كلاسي كوم خطر قومي يعني لحقت وين ولات تشكل خطر قومي. علاش؟ لانه لا ميوبي هذه ولات بلوس دو 80% دو لا بوبولاسيون 80% من لا بوبولاسيون كامل ولاو سي دي ميوب. وكما قلنا بتيت ميوبي يعني ما فيهاش اشكال انسان يلبس النظاره يشوف مي فورت ميوبي سي الجلوكوم انفصال شبكيه ورايحه حتى العمى. فوالا يا بوكو دو بروبليم يعني في الشبكيه اللي تظهر اكوز سيت فورت ميوبي. دونك هما واش داروا؟
يعني في البدايه تاع الاختراع تاع لي طابلات الكترونيك لا تكنولوجي هذوما لي زايفون لي بورتابل كامل كانوا وجهوا التعليم المدرسي نتاعهم باش يستعملوا لي طابلات ولي زورديناتور في الاقسام حتى يعني في السنوات تاع التعليم الابتدائي داكوغ مي رابيدمون مع الوقت رابيدمون يسو سون روندي كونت باللي ليوتيليزاسيون دي زيكرون هذوما بطريقه مفرطه يشكل خطر كبير على انه لا ميوبي ولات تجي يعني بدون شروط وراثيه داكوغ سي دي جون يعني عائلات اللي ما جامي لبسوا نوادر ولا ولادهم كامل ولاو سي دي بيوب وحنايا يعني عشنا هذه الظاهره هذه سي بوندون لو كونفينمون تاع الكوفيد لما جات الجائحه تاع الكوفيد الناس يعني العائلات الافراد قعدوا شهرين ثلاث شهور في الدار في المنازل غالقه على روحها ما تقدرش تخرج للخارج وبطبيعه الحال يعني الطريقه السهله باش الناس تجوز الوقت سيتي لوتيليزاسيون دي بورتابل يعني هما داروا سامحني انه هذه يعني الدراسه في البلد الاسيوي اللي كانت من قبل ب 20 سنه ولا 10 سنوات ولا حتى قالوا انه ما كاش الوراثه يعني لا دوغي دو ليتود يعني ماشي يعني نوضح شويه الامور بكل بساطه ما قالوش ما كاينش وراثه مي يعني دون اون بوبولاسيون لو نومبر دو ميوبي اللي تي 20-30% يعني طلعت حتى 80% طلعت 80% حتى انه دكتوره قالت من 2050 في الجزائر كذلك نصف الشعب الجزائري اللي بيا بالور كو حنايا ما لا ميوبي بتاتر كاينه مدينه هكذا في بين 48 ولايه اللي عندهم شويه العامل الوراثي مي جينيرالمون ما عندناش مشكل تاع ميوبي حتى التلفاز سامحني حتى التلفاز في العائلات الجزائريه في يعني 20 سنه اللور كان ما كانش عندهم في المنزل معناها حتى التلفاز وما كانش والان ولينا التلفاز استغنينا عليه ورانا شادين لي سمارت فون. شوفي حنايا رانا يعني في حياه في تجربتنا حنايا في طفولتنا حنايا هكا كنا يعني نقراو ساعات عاديه في المدرسه استعمال يعني الضوء في المدارس مش كيتش كان كاين لانه المدارس يعني كان نخمو شويه الاقسام نتاعنا كان عندهم نافذات كبيره دونك ما كناش نستعملوا الضوء في النهار باش ندرسوا وكنا يعني ما عندناش التدريس هذا بشكل قوي انا اليوم اولادي لما نشوفهم يقراوا 8 سوايع 9 سوايع في يعني في النهار ويزيد يجي للدار لازم يزيد يراجع كامل ما جو تخوف بلي سي ان بي يعني كاين الى ان بو اغريسيف واستعمال الاشعه الضوئيه هذه الاصطناعيه شيء ماشي مليح بزاف دونك حتى انه نقول لك دكتور ممكن انه الوقت اللي ولا ما يكفيش ولينا نقلصوه في المنازل ويقراوا ولادنا اون لين معناها عن بعد في لي زيكرون دونك يقعدوا من ساعتين حتى الاربع ساعات خاصه اذا كان كلاس ديكزامان نشوف انه يبعثوا لهم لي سوجي في الطابلات يبعثوا لهم في الاخر معناها دائما احنا نحوسوا على حلول كيفاش يعني راح نديروا المشكل راهو مشكل عصا سي ان مود دو في دوك لي زيكرون هادوما ولاو حاجه شغل ضروريه الوغ كو كان الوغ في الدول المتقدمه اللي تعس لا كاليتي دو في يعني تخمم على المستقبل تاع اولادها الشهاده راهم يجتنبوه داكوغ كان تروح للجابون تسيب ان اونفون يعني طفل صغير تاع 3 سنين 4 سنين شاد ان بورتابل ولا ان ايفون نص ساعه من بعد يولي في مركز الشرطه لحقوا لهذا المستوى داكوغ حنايا دوكا ما نهضروش غير على التعليم باسكو سي كوم سي دوكا يعني المسؤوليه يتحجوا بالتعليم بصح بام في الاولياء دي فوا نخرجوا هكذا يعني باش نحوسوا مع العائلات تاعنا كامل تشوف ان اونفون في عمر 3 سنين 4 سنين قاعد مع والديه يعني في مطعم ولا في مقهى باش يعني ما يقلقهمش باش ما يديرش الفوضى هكا يعطوا له التابلات ولا التليفون يلعب به يجوز به الوقت الوغ كو هذا خطا كبير بارك الله فيك بالنسبه سمحي لي يعني سمحي لي خطعتك بالنسبه للديفلوبمون دو ميوبي مي ثانيك بالنسبه للديفلوبمون بسيكولوجيك داكوغ اليوم لوتيزم يعني لوتيزم اللي هو التوحد عاد 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 حاد ظاهر ما كناش نعرفها من قبل دوكا ولا حاجه اضطرابات في الحركه الفرط النشاط سيب الطفل الصغير 3 سنين 4 سنين مازال ما بداش يهضر نعم هذه اللي نشوفوا فيها في العائلات نتاعنا في المحيط نتاعنا سي با نورمال طفل صغير عام عام ونص لازم يبدا يتكلم لازم 3 سنين تصيبوا يتكلم بطريقه بطلاقه احنا 3 سنين 4 سنين مازال ما يتكلمش علاش؟ لان الطفل صغير في بدايه حياته لازم يتفاعل مع المحيط نعم
بارك الله فيك. شكرا. كذلك أكيد أنك عندك إضافة دكتور سيدالي، هل 58 ولاية في الجزائر مهددة بهذا نقص النظر أو أمراض أخرى؟ خاصة ما قالت لنا يعني رانا نوجدوا في روحتنا من 2050 كان في العمر بقية، يعني كذلك أنه مشكل، وهذا هو الهدف ديالنا اليوم باش ما نلحقوش لهذا العدد الهائل من هذا المرض وحتى أمراض ممكن أخرى. أنا نقول حسب النظر تاعي، نعم. لي زيتود ما على باليش بالك، أو تجربتك دكاترة. أكيد أنه أنت راك في الميدان. كاع لي ولاية الجيريين سون توشي. نعم. يعني ما عندناش كما نقولوا وجهية. هذا لو ستيل دو في تاع الطابلات، لي زيكرون، لا تيليفزيون، في المدرسة ومن بعد في الدار تول تون توت لا جورني، يقيس برسك الجزائريين كاع. نقولوا بوتيتر في النواحي خارج عن المدن أقل. الطفل دي جاي يمشي كالكيلومتر باش يلحق ليكول تاعو، كيعاود يخرج تاني يشوف الشمس، وجينيرالمون يخلوهم يخرجوا، ماشي كيما واحد ساكن في العاصمه ولا غروند فيل، ما منخلوه ما نقدروش مع لا سيكوريتي، لي فواتور بالك يدو بالك، مي في لي بتي فيلاج جينيرالمون الطفل يخرج يلعب شويه بالون، يخرج في الحومه، اللي اون سيكوريتي الناس قاعد تتعارف. دونك موا جو ديغي سي با لي زيتود واش هما يقولوا، مي دو يافوار موان دو ميوبي. باسكو دروك هادو واش وقلت اي تاع لاوا يا با دوت لي زيكرون هادو لا فيزيون دو بري الكوز دي ميوبي، دونك ما هادي ما فيهاش نقاش. دونك اشاك فوا رانا نستعملوها بافراط وما نخرجوش لبرا، اشاك فوا نو دي ريزولتا كاتاستروفيك من العوام الجايين. نعم. ان شاء الله على كل خاصنا حنايا دائما نحوسوا على البناء، انه نبداوها من الاطفال حتى الان، اذا كانت تترتب على هذا لي سمارتفون ولا يعني الهواتف ولا حتى لي زيكرون. كذلك كاين مشكل تاع جفاف العين، انه الان حتى الاطفال يعانون من هذا جفاف العين، هل يعتبر مشكل كذلك يعني داكتواليتي ولا الان الناس راهي تعاني منه كثير؟ هذا المشكل تاع جفاف العين ما كناش نشوفوه بكري ولا نسمعوا به، ما في الكتب نقولوا جفاف العين اللي هي لاج كي نكبروا كاع لي زورمون يبداو ينقصوا سي كونو. مي دروكا نشوفوا دي زونفون فريمون صغار في الابتدائي عندهم عينهم ناشفين، الور لا في التيرمينال في الليسي كاين بزاف يلحقوا للستاد وين ما يقدروش يقراوا تالمو سا كوز دي ديغا باسكو جفاف العين، ماشي نحسوا برك العين ناشفه ولا حرشه ولا كي تكون ناشفه بزاف القرنيه تتبليسه. نعم. باسكو سي لي لارم، لي لارم كومبوزي دو دو كومبوزونت، فيه الماء وفيه الزيت لو ميبوميس، هذاك سي لوي كي بروتيج القرنيه باش تبقى مزيته طول طون. بصح كي تكون ناشفه اون بليس نستعملوا طابلات، طابلات فو بريسيزي هذا ان ديتاي، طابلات يا با دي ريون سبيسيال كي فون لا سيجريس. كي نكونوا في الحاله العاديه نرمشوا العين تاعنا 62 مره في الدقيقه. كي نكونوا في 22 مره، استغفر 22 مره، صافي دير كل ثلاث دقائق نرمشوا عيننا. في 30 ثانيات. ثانيات في الدقيقه. كي يكون نستعملوا الهاتف نحبطوا حتى الخمسه. دونك شيفر كبير بزاف ديفيزي بار 5. نقسموا هذاك حاجه فيزيولوجيه نقسموها على خمسه. والقرنيه ما تقدرش تحمل هذيك لا بيريود تبقى سون كلينيمون، صافي دير القرنيه كيما نكلينيوش لي لارم الزيت هذيك اللي تسيكريتيها لي دو بوبيير يبقى تماك في لابلاص هذيك ما يجيش فوق القرنيه. هنا ومن بعد كي نهضروا على الاحتياطات كاين دي جيست افير بور ريدوير هذا لو فينومين دو لابسونس دو كلينيك. بارك الله فيك. معنا اتصال ام هاجر. السلام عليكم. عليكم. كيفك؟ مرحبا. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بكم في داري. مرحبا بالناس كاع. يعيشك. واش راكي؟ لاباس عليك. جوستومون عندي اون اوبيراسيون نديرها لا كاتارات. اها. وانا ديابيتيك على بالك دو في 32 زون. هي درت وحده في 2019 لو دغوا، من جا الكورونا حبست، ودرت اللازير 2019 لي دو زيو، وهاد المره داروا لي اللازير لي دو زيو، بصح قال لي ما نزيدكش حتى ديري الكاتارات. درت نوجيو غرافي ودرت انو سي تي. الى عندكم الوقت نقرا لي لا كونكلوزيون. ايه روح قولي. بون لا كونكلوزيون تاع لونجيوغرافي دايرين لي تابلو دو
rétinopathie diabétique pré-proliférante, justifiant une PPR plus examen OCT. Intérêt d'un équilibre strict du diabète et de la TA et des facteurs de risque métabolique. ما فهمتش انا هذه الشتايا هي غادي نقول لكم دروك لو سي تي لو سي تي عندي لو دووا ديبرسيون في في رولير بريزونت اون ريتين ديبيسور نورمال ماب بو ام ا تي 286 ام بون لو غوش ممبران ايبيماكولير ديبرسيون فو في رولير présente un léger épissement maculaire central, mais à MAP 327. سيما باش يفهموك واش قالوا لك يعني قبل ما تروحي تقومي بالعمليه. قالوا لي باش ديري ندير كمل الكاتارات تاع لوي غوش. ربي يسهل. ومن بعد يزيدوني اللازر. ربي يسهل. بغيت يطمنوني لي ميسا انا ندير توجور عند البريفي. تان روفيان تخي شير. مي كومام علاه قطيت باش ندير باسكو ما كانش عندي ما قديتش تسلم شويه دراهم والسكر ديالك راني واجده باش ندير لا فان نوفمبر ربي يسهل والسكر ديالك راهو مليح؟ لا مليح واحد ليا طلع لي شويه بالك قالت لي البيتزا تاعي غير ستريس ان شاء الله نجاوبوك ام هاجر لا دروك راه مليح غايه كاع وانا كي عارفه لي جيان دو في تاعي كي دايره ايه يجاوبوني لي ميدسان زعما سي جو بو ادي دو فوا كيما يقولوا ولا كيفاه ولا واعره الحيه ولا ربي يسهل ان شاء الله ربي يسهل عندي 78 عام الله يبارك ربي يسهل ان شاء الله انا جي اجي لا لا ربي يسهل انا توجور جي بورتي دي لونات ملي كنت نقرا صغيره 8 9 كنت ندير لي لونات ان شاء الله ربي يسهل زعما ماشي غير دروك ولا شكرا ام هاجر بارك الله فيك دوكي يجاوبك ان شاء الله الاطباء نروحوا لام عماد من وهران السلام عليكم الو مرحبا ام عماد السلام عليكم الاخت الكريمه انا والله من المتتبعات وافيات لهذا الحصه مرحبا ونستفيد منها بزاف لانني عندي امراض مزمنه وعندي مجموعه اسئله حول الموضوع شوفي انا عندي ميوبي فورت ملي كنت في الثانويه شحال في عمرك دوك؟ 60 عام وكنت استاذه ونتيجه التصحيح والاوراق وكل شيء هذيك الميوبي زادت ضعفتني في التسعينات درت عملية تصحيح النظر وهذيك العملية ما نجحت لي شيء في 2019 دار لي كاتاراكت في عينية في زوج درت عين وحدة درتها في 2021 درت العملية والعين الزوجة مازال ما غاديش ما درتهاش باسكو انا كنت حكيت لك قبل في عندي الكرون وغادي ندير بيوثيرابي فدرت عملية على الكرون وغادي ندير بيوثيرابي بغيت نسقسي الاساتذة اسكو هذا لو كان ندير العين الزوجة ندير لها العملية اسكو هذا ما يشكلليش خاطر مي غادي ندير هذه بيوثيرابي وضيف الى ذلك عندي اشاشات بالبزاف تقريبا ندير خمس خطرات القطره في النهار وبغيت نسقسي كذلك الاساتذه هل هذه العمليات اللي رانا نديروها وراهم يديروا لنا العدسه اسكو ما عندهاش في المستقبل البعيد ما عندهاش مثلا عندها ضرر ولا عندها حاجات مثلا تعود على العين بالضرر لان انا نشوف احنا الاطباء ونشوفوا ما يديروش دائما داير النظارات وما يديروش هذه العمليه تاع تصحيح تصحيح شكرا اختي صح حنا الاطباء يعني حقيقه انه قال الدكتور محمد شريف انه واحد انتليكتويال دونك اظن انه الطب هو اللي يعني فيه سنوات عديده من الدراسه يعني نحيي ام هاجر ام عماد واكيد انه كثير يحاول الاتصال بنا حنا هكا عندهم ثقافه يعني تقفوا من هذا الحصه والله صدقني انه متصلات وفيات ودائما يحطونا في الموضوع ام هاجر عندها 78 سنه عندها سكر عندها يعني ديابيت عندها اشتياء عندها بي بي سي يو باسكو هاشاك فوا تعيط لنا ودوكا عندها العمليه هي قرات لكم يعني اظن انه جوز عندكم قبل باش نشوف الا تقوم بالعمليه ولا لا شكون يجاوبها
معليش. اتفضل. دونك الام هاجر هضرت عندها لا ريتينوباتي ديابيتيك بروليفيرونت على حساب واش بري بروليفيرونت هذا الفرق بيناتهم صافي دير مازال ما لحقتش ديفلوبي لي نيو فيسو ريتينيان هما اللي يسيحوا الدم في العين وهما اللي يخلقوا لي مومبران اللي يفسدوا الشبكيه يدير ديكولمون تراكسيون يعني حالتها ماهيش خطيره دونك ماشي خطيره راهي في لا زون افون تاع الخطيره دونك نقولوا لها باللي تكمل العمليه تاعها باش ان شاء الله تبدا اللازير افون تدخل في لا ريتينوباتي بروليفيرونت صافي دير حاجه طبيعيه ماشي ما فيهاش لي ريسك بزاف والعين الثانيه سمعت فلوسيتي مومبران ايبيماكولير هذيك لا مومبران اني با ليي او ديابيت il peut aggraver mais c'est pas lié au diabète c'est une autre maladie donc هذيك ثاني il faut opérer l'œil باش بنادم يقدر يتبع مليح كي تعاود دير لي زوسيتي تاعها لي زونجو تاعها من الفوق يخرجوا تداوي السكر تاعها ان شاء الله باللازير سورتو وتيكيليبري باش ما تلحقش لي ستاد اليوم جايين الحمد لله يعني كنطمنوا دونك ان شاء الله حاجه سهله ان شاء الله الكاتاراكت دركا ماشي واعره كيما بكري يعني راه طمنك الطبيب وتقدري تروحي يعني باريحيه وان شاء الله ربي يشفيك وتكون العمليه ناجحه. ام عماد كانت عندها انفورت ميوبي دونك هنا قالت لك درت تصحيح نظر في 1990 على ما اظن انه ما كانش تطورات تصحيح النظر الموجوده الان. قالت لك تخوفت وكذلك قالت انه نروح نشوف الاطباء عندهم يعني نظارات وتصحيح النظر. هنا بالنسبه للعلاجات نتحدث على العلاجات لانه ماشي كامل تصحيح النظر يليق باي مريض، اكيد انه راح يخضع لي بعض الفحوصات باش نشوفوا الى اسكيلي ابت ولا سؤال وجيه يعني راهي تتساءل علاش الاطباء ما يفضلوا النظارات وما يحبوش ينحوا علاش ما يعني ما يجوزوش العمليات التصحيحيه تاع النظر. احنا لازم نعرفوا الحاجه الاولى لما نقول تصحيح لا ميوبي داكو ان ميوب ريستورا توجور ان ميوب يعني العين اللي فيها لا ميوبي حتقعد توجور عين انوي دو ميوب صاف دير سي انوي فراجيل داكو. مثلا لما نقولوا التصحيح التصحيح هذايا يعني هو نبدلوا النظارات بالجراحه داكو اوكي هذه صحيحه تصحيح نهائي تاع يعني حنعوضوا النظارات وهذا انا بالنسبه لي حقيقه علاج طبي بصح من وجهه نظر اخر ماهوش علاج طبي وانما خيار استنشوا كانه يعني نعم خيار وكذلك استيتيك تجميلي. انايا تقول لي علاش ما تنحيش النظارات نتاعك انايا النظارات تاعي فون بارتي دو مو نعم لما في صغري لما كنت في عمري 3 سنين كنت نلبس نظارات دونك النظارات انا سان مي ديرونج با نعم لا بليبار اسمح لي دي باسيون اللي يجونا سي كو سي بون راهم ماهمش قادرين يزيدوا يلبسوا النظارات تاعهم ممكن حتى نفسيه يعطيك الصحه ولا ميم دي كونديسيون دو ترافاي دونك لو دومين اللي يكون يخدم فيه اوبليجيه انه ما يكونش لابس نظارات مثلا اللي راهم في لارمي ولا دونك تما اللي راح يكون هذا التصحيح هذا التصحيح هو. لو شوا بوكو بلوس بروفيسيونيل إلي بوكو بلوس سوسيال. ناخذ مثال بنت 20 سنة في داخل الوطن في المدن الداخلية تحب تتزوج نظارات إعاقة هنايا عندها لو شوا تخير دير ما ديرش داكوغ. نعم. الحمد لله راني مزوج وعندي ولادي. دونك فوالا. لا لكن سامحني كذلك كاين ممكن شيء آخر. انه ما يكونش عنده استعداد لتصحيح النظر. اولا حنا كاين النظارات وكاين العدسات كذلك والعدسات تكون بانواع. العدسات بالانواع مي ثاني العدسات سي فغي راح سورتو كي يعود الميوب راح يكون لو شون فيزيال تاعو بلي لونتي ميو كو لي لينات مي كاينين ثاني اللي كيما قلنا يعياو منهم شويه من لونتروتيان شويه يقول لك اشاك فوا نحي نلبس نحي نلبس ا سيغتان مومون راح تجينا انساشخاس بسبب هذا لي لونتي دونك تما لي ديسيديو باش يجيو يديروا العمليه.
ميم تاني كاينين اللي ما تسمح لهمش بارابور لسمك القرنيه نتاعهم، دونك سي كونتر انديكي باش نديروا لهم هذيك العمليه. مي كاينين ثاني اطباء اللي نشوفهم يلبسوا نظارات، مي يكونوا بلون ما فيهمش تصحيح، دونك جوست ان تريتمون كونتر هذوك الاشعه المضره بيكون نستعملوا بزاف حتى حنا لي بي سي ولي راديو ولي زيكرون بوكو بلوس. الدكتوره شعراوي يقولي لي فقط انه دائما هنا في العلاجات خاصه علاجات الاميوبي هضرنا على العدسات، وكاين عدسات تختلف، كاين عدسات اللي تكون غيجيد وكاين عدسات سوب، دونك هنا كيفيه اختيار هذه العدسات؟ كما قالوا زملاء تاعي بون هادو كامل عباره عن اختيارات، هما عباره عن علاجات اللي نقدروا نمدوهم لهذاك الباسيون اللي يكون ميو با اكزومبل ولا ايبرميتروب ولا دوتر مالادي، مي عباره عن خيار، وهذا الخيار لازم يكون الميدسان ولا لوبتوميتريست هو اللي ديسيدي اسكو هذا الخيار راح يخرج عليه ولا ما راحش يخرج عليه. دونك حنا لو غول تاعنا ان نمدو لهم الخيارات ومن بعد هما يديسيديو واش كاين كوم سوليوشن لهذا لو بروبليم. Sinon, par rapport à les lentilles, il y a plusieurs lentilles qui m'ont dit. Il y a des lentilles rigides sur le bas, il y a des lentilles laïnes qui sont souples. Donc, on met ces lentilles à la réfraction ou à la hauteur de le patient. Si le patient, par exemple, a un astigmatisme qui est fort par rapport à un qui a moins 0,75 ou un qui a moins 3, on ne peut pas mettre un qui a moins 3 lentilles souples. D'accord, لازم نروح لوتر تيب دو لونتي اللي هي لا لونتي ريجيد. دونك سا ريست على حسب لا ريفراكسيون وعلى حسب لو باسيون تانيك وعلى حسب لونفيرونمون تاعو وعلى حسب اسكو هو ابت باش يدير دي لونتي ولا لا. كذلك من يعني ما يغفلناش انه كذلك سعر التصحيح سواء كان بالليزر ولا كان حتى العدسات راهي ممكن تكون ثمن ديالها، وحتى بعض النظارات يكونوا يعني غاليين بالنسبه للقيمه الشرائيه تاع الانسان. دكتور فقط انه ما نقدروش نستغناو اون باراليل على لي لونتي ولا لي لينات باسكو هذا الحل النهائي لازم لاميوبي تاعنا تكون ستابل. داكوغ لاميوبي ولا لي بارميتروبي ابخي ما يكون النمو تاع الجسم تاعنا كمال ونمو تاع العين تاعنا. دونك احنا الانسان كل ما يكبر تطول العين تاعو، دونك لاميوبي حتزيد وفيس فيرسا مع لي بارميتروبي. دونك لي بارميتروبي نقدروا على لاج دو 19 حتى 20، مي لاميوبي تقدر حتى تكون شويه تعرضي في ليفوليزيون تاعها حتى 22 ولا. دونك في هذه البيريود حنا كوم دي زوبتومتريست لو رول تاعنا سي كو اول حاجه نسيو كومون كونترولي لاميوبي، كونترول لاميوبي وين نسيو نفرينيو هذيك ليفوليسيون رابيد تاعنا بدي تكنيك كيما قلت مقبلات لوغدو كيراتولوجي ولا لي فيغ ديفوكاليزون. داكوغ ولا دي فيغ سامبل نورمال و لي لونتي نورمال. داكوغ دونك اي ابخي حنا المهم الهدف تاعنا سي كو ما تكونش لاكويتي فيزيال تاعنا حابطه باش هكا كي دير حل نهائي يلقى نتيجه. داكو دونك من بعد كي نلحقوا الحل النهائي دونك يبقى لو شوا على كل دائما تاعنا. هناك حلول، دائما هناك دراسات يعني جديده، احنا نمدوا دائما الدور ديالنا نمدوا الحلول. يا لو كان تكون في اي بلد الانسان يحتاج الى هذا الحل احنا نوروه له، هذا هو دورنا، كذلك وقايه وحمايه للمواطن وخاصه المريض. دكتور سيدالي انت كمختص بالخبره ديالك اكيد انه هذا التصحيح ما نقولش شكون تفضل، لكن هل يوجد مضاعفات لكل نوع من التصحيح؟ بالطبع ما شكيتش كاين تكنيك ميديكال سون ريسك، لو ريسك لي مينيم مي زيرو ريسك اللي نيكزيست با. هضرنا مقبله على جفاف العينين، عمليه تاع اللايزر برمي العمليات اللي تكبر هذا الجفاف تاع العينين. دونك واحد اللي عنده شويه جفاف ويخدم في لي زيكرون دو ماتان و سوار سي ان بو دي كونسي او موا لانفورميك سا بو ساغرافي كيدير اللايزر تاع تصحيح النظر. وحتى يعني دونك هنا نقدروا نروحوا ماشي ما نكوريجيوهاش، مي كاين حلول واحد اخرين. نقدروا نروحوا بريفيرونس زرع القرنيه داخل العين. هذيك مقبله نسينا ما ريبونديناش الهجر اللي هضرت على العدسات هادو الا فيهم مشاكل ولا. داخل العين جينيرالمون ما فيهمش العدسه، ما فيهاش شي فوا درناها ما كاش انفيكسيون مور لوبيراسيون وما كاش انتوليرونس
جينيرمون لي زاني دابري ميم يعيش العبد سي با 100 سنه واحد اخرين ما كاش مضاعفات عليها. نصيحتك الاخيره يعني قبل الختام هكا باش واش توصي مواطنا والمشاهدين؟ انا نقول لازم نروحوا سيرتو لستيل دو في باش نقصوا من هذا الافات ما نحوشوش العلاجات دابور ديجا الفو كون ناجي لي شينوا ديجي بار بلو لوان لوكسيدون دي الفو اجير جوست ابري لا نيسونس لي زازياتيك لا فيلوزوفي ازياتيك يقول لك الفو اجير افون لا نيسونس. نعم حقيقة يعني باش نحضروهم دونك نولوا هذيك لي بيجينيتيك ال ناجي با سيرمون سور دي فاكتور كوم سا كون فوا مي ميم لونفون فونتر دو سا مامون إل بو افوار دي بروبلام اوفتالمولوجيك باسكو سا مامون عندها مشاكل في الحمل تاعها مع راجلها ولا يضربها ولا مشاكل اقتصادية سا بو نو دوني دي مالادي تري غراف في لوي ميم ان كونسير دو لوي تو سا باسكو دونك نولوا إلى حبينا On aura une génération saine, il faut agir même avant la naissance. يعني حقنا لختام الحصة، نشكركم على الحضور كل هذه المعلومات، شكرا لأوفياء الحصة حصة بلسم، نلقاكم في الأسبوع المقبل وحصص أخرى إن شاء الله.